بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو باور سورس. عندنا هنا باتري 6 فولت 6 فولت، وهنايا عندنا مثلا هنا إن ريزيستونس 200 أوم، هنا ريزيستونس 130 أوم 130 أوم، هنا 200 أوم، هنا 130 أوم 130 أوم، هنا موان غيمشي الموان ديال لاريد الاولى، غيمشي الموان ديال لاريد الثانية، غيمشي الموان ديال لاريد الثالثة. البليس غيمشي الريزيستونس الاولى، ومن هنا غيمشي مع البليس ديال لاريد، ومن هنا غيمشي الرجل ديال الريزيستونس الثانية، ومن هنا غيمشي مع البليس ديال لاريد، ومن هنا غيمشي مع الريزيستونس الثالثة، ومن هنا غيمشي بليس ديال لاريد. هنا عندنا 130 أوم 130 أوم، هنا عندنا 3.5 فولت، هنايا 3.5 فولت. علاش؟ حيت هنا 130 أوم 230 أوم 230 أوم، 3.5 فولت 3.5 فولت. ولكن هنا لا، هنا مثلا عندنا 200 أوم، هنا عندنا 2.3 فولت. لما كانت ريزيستونس كبيرة هاي هنايا، كيكون الفولتاج قليل، هاي هو المفهوم الضغط 2.3 فولت. هنا عندنا 200 أوم ريزيستونس، هنا عندنا 130 أوم، هنا عندنا 3.5 أوم، هنا عندنا 130 أوم، هنا عندنا 3.5 أوم. يعني هنا من المفهوم ديال هذا، يعني قد ما كان الفولتاج قد ما كانت الاوم كبيره في ريزيستونس، قد ما كان الفولتاج قليل. هنا مثلا عندنا هنا الاوم عندنا 200 أوم، عندنا 2.3 فولت 200 أوم، هنا عندنا 230 أوم، هنا 230 أوم، هنا عندنا 3.5 فولت 3.5 فولت. يعني من مفهوم الدرس هذا، قد ما كان الريزيستونس كبيرة كيكون الفولتاج قليل، يعني هنا كتكون المقاومة كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.